هل اختلط عليكم الفرق بين الصومال وأرض الصومال والهضبات الصومالية؟ لا نلومكم، وفي هذا الفيديو سنحاول شرح القصة. نبدأ بالهضبة الصومالية. توجد بين أثيوبيا والصومال حدود يبلغ طولها 2648 كيلومتر، جرى ترسيمها من قوى الاستعمار. فمنذ القرن التاسع عشر حتى استقلال الصومال في الستينات، عاش شعب الصومال شرق أفريقيا تحت حكم الاستعمار البريطاني والإيطالي والفرنسي والأثيوبي. بريطانيا سيطرت على منطقة أوغادين أو الهضبة الصومالية خلال الحرب العالمية الثانية. يحد الهضبة الصومال شرقاً وأثيوبيا غرباً وكينيا جنوباً وجمهورية جيبوتي والبحر الأحمر شمالاً، وجاء اسمه من عشيرة أوغادين إحدى قبائل الدارود التي تنتمي مع معظم سكان الهضبة للأعراق الصومالية، وتعتبر منطقة ذات إشكالية لأنها ضمت لأثيوبيا منذ عام 1954، لكن الصومال حاول استعادتها، لذلك شهدت حرباً عنيفة عام 1977. وقتها قاتل سكان الإقليم بقيادة جبهة تحرير الصومال الغربي الجيش الأثيوبي بدعم من رئيس الصومال محمد سياد بري الذي أراد إقامة دولة الصومال الكبير. ثم في عام 1978 استعادت أثيوبيا السيطرة على الإقليم وهزمت الجيش الصومالي. هنا نأتي لحكاية أرض الصومال. هي منطقة شبه صحراوية تقع على ساحل خليج عدن، كانت محمية بريطانية ثم استقلت عام 1960 واندمجت مع الصومال التي كانت تحت الاحتلال الإيطالي، فكونتا جمهورية الصومال. لكن أثيوبيا تدخلت ودعمت مسلحي أرض الصومال لإقامة كيان مستقل عن أثيوبيا وعن الصومال. وفي عام 1991 أعلنت أرض الصومال استقلالها عن جمهورية الصومال بعد الإطاحة بالرئيس الصومالي السابق سياد بري. ولكن أرض الصومال غير معترف بها دولياً، رغم أنها تتمتع بنظام سياسي ومؤسسات حكومية وقوة شرطة وعملة خاصة بها. طيب، ما الذي يحدث؟ في عز التوتر في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين، وفي عز وصول التفاوض بين مصر والسودان لطريق مسدود مع أثيوبيا حول سد النهضة الذي تبنيه أثيوبيا على مجرى النيل، قامت أثيوبيا بتوقيع مذكرة تفاهم مع أرض الصومال، هي أقرب للكنز للطرفين. فأثيوبيا ستحصل على حق الانتفاع بشريط ساحلي بطول 20 كيلومتراً بميناء بربرة على ساحل البحر الأحمر لمدة 50 عاماً تتمركز به قواتها البحرية مقابل اعترافها الرسمي باستقلال أرض الصومال، أول اعتراف دولي بالإقليم بالإضافة إلى حصة 20% من أسهم الخطوط الجوية الأثيوبية. ما خطورة الاتفاق؟ يرى محللون أن الاتفاق يمكن أن يؤدي إلى تواجد تنظيمات ترفض وجود أثيوبيا، ويتحول الرفض لعمليات عسكرية، وتخشى مصر استقواء أثيوبيا يمكن أن يشعل مواجهات بين الصومال وأرض الصومال. في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا لكي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.